السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ساره بالوفا ودي قناتي. النهارده هتكلم معاكم عن الرفايع، ودي من الحاجات المهمه قوي لكل عروسه بتجهز، وكل واحده عايزه تجهز في عايزه تجدد في مطبخها. تعالوا نشوف نجيب ايه وما نجيبش ايه، ونركز على ايه، والحاجات المهمة والحاجات اللي ممكن نستغنى عنها. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة معايا، ودي كانت من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لي عشان كده انا بدأت بيها، الكوبايات المعيارية دي. بالنسبة لي كانت مهمة جدا، وخصوصا للناس المبتدئة برضو. هي كويسة للمخبوزات، الحلويات، بتبدأ معانا النص كوباية، الربع كوباية، تلت كوباية، فيها برضو بالملي. وحلوة جدا ان انا استخدمها في الحلويات والمخبوزات والحاجات دي. هما فيهم معلقة كده اللي هي نص معلقة، بس انا مصورتهاش يعني، بس حلوة قوي. وفي منها برضو بيبقى اللي هو كوباية كاملة يعني، فجميلة جدا هدوها. عندي بعد كده اللي هي المصافي للسلس دي، ولازم تكون السلس يا جماعة، ونركز في الموضوع ده قوي. هي بتبقى الفتحات بتاعتها كده رفيعة، وده حلو لو انا مثلا هصفي بيها اعشاب، هصفي بيها حاجات كده تكون يعني صغيرة. ده المصفى الصغير. المصفى الكبير شوية ممكن استخدم بقى حاجة اكبر شوية، ممكن العصاير بقى لو انا عايزة اصفي عصير قوي بقى للطماطم، الحاجات دي. كل واحد وليه الوظيفة بتاعته، بس اهم حاجة تكون استلس، وناخد بالنا قوي من نظافتها لان هي متعبة شوية في التنظيف. بعد كده اللي هو المصفى ده، المصفى ده برضو حلو قوي ل مثلا تصفية الرز، برضو للعصير، على حسب بقى استخدامك ايه. بتنظمي نفسك في المواعين بتاعتك زي ما انت عايزة. عندي بعد كده اللي هو قشرة البطاطس او الفاكهة، خصوصا لما تكون متجمدة بقى بتتقشر حلوة قوي بالقشرة دي، خصوصا ان انا ما عنديش خلق بقى ان انا استخدم السكينة وكده، فهي بالنسبة لي سريعة جدا ومفيدة جدا جدا، مهمة جدا يعني. بعد كده السباتيولا والفرشة، اجيب الفرشة دي من ايكيا. عامة الفرشة هنحتاجها جدا لل الحلويات، المخبوزات، الحاجة مثلا عايزة اعمل حاجة على وش على وش مثلا المخبوزات او كده، او ادهن صينية. حلوة قوي. عندي بعد كده السباتيولا، انا عاملة واحدة للحلويات واحدة للحوادق، وده طبعا اكيد برضو زي ما انا قلتلك هتنظمي نفسك زي ما انت عايزة. دي كنت جايباها من ايكيا برضو. اما دي فهي دي تقريبا موجودة في كل بيت. نخلي بالنا برضو ان احنا ما نعرضهاش لحرارة علشان ما تتفاعلش، الحاجات دي بتبقى مضرة طبعا، فناخد بالنا. مهم ان هما مهمين جدا. عندي معالق دي انا كنت جايباها للعلب البهارات اللي هي ملهاش معالق. كان بالنسبة لي بقى خشب كده وكيوت كده وصغيرة، فحلوة. هي فعلا حلوة وعملية، بس ناخد بالنا ان ساعات بتتفاعل لما تتحط في المية كتير او كده، تقريبا عايزة تدهن او ايه انا مش عارفة، بس بالنسبة لي حلوين برضو. عندي المعلقة دي اللي هي صفاية برضو، انا بصفي بيها الزيت، سواء تحمير البطاطس او الحلويات برضو، اي حاجة بحمرها فهي لذيذة، بس ناخد بالنا من نظافتها ضروري، ولازم نتأكد ان هي استلس. انا جايبة الحجم الوسط منها، في طبعا بتبقى في احجام اكبر من كده واصغر من كده. بالنسبة لي الحجم ده كان مناسب وما حبيتش اكتر بصراحة. عندي بعد كده المعلقة دي، جميل في المعلقة دي ان شكلها حلو، انا جايباها استلس. بيبقى فيه منها اشكال كتيرة خالص، الذهبي وكده، بتبقى فيها زي بلاستيكة كده من تحت، بديها لفة بتفتح ولفة تانية بتقفل، شيك قوي. لو انا عندي عزومة مثلا ممكن احطها بقى على السفرة، فبتدي كده شكل حلو كده يعني. شكلها عجبني قوي، وفي نفس الوقت عملية وتقيلة، والله حلوة جدا. فلما هتجيبوا حاجة
مهتمين بالعزومات وكده، هاتوا حاجة شكلها شيك لو انتوا محتاجينها في المطبخ، مش لازم الشكل خالص، اهم حاجة ان هي تكون حاجة عملية وتستخدموها. يعني عندي بعد كده معلقة الغرف، انا جايبة منها استانلس، ودي بستخدمها برضو في الحلل الستانلس الالومنيا والحاجات دي، لكن السيليكون طقم السيليكون بيغني طبعا. عندي الشوكة دي برضو، عايزة نقول مثلا لحمة، عايزة نقول فراخ، اي حاجة عايزة نقولها من طبق لطبق او من مكانها مثلا لمكان تاني برضو حلوة. المعلقة دي انا حاليا والله لحد دلوقتي ما استخدمتهاش، بس برضو ممكن تنفع لو انا عندي عزومة او كده فاشتغل بيها، بتبقى بتنجز معايا، فهي حلوة برضو. جبت بعد كده الطقم البلاستيك ده، انا شايفة ان هو ملوش لازمة بصراحة، لان انا خفت استخدمه، خفت يكون يعني من الحاجات اللي بتتفاعل مع الاكل وكده مع الحرارة، فانا يا دوبك استخدمت المعلقه دي اللي هي الشوكه دي بتاعت المكرونه، بس خفت بعد كده وركنته. انا عندي ان انا اجيب طقم سيليكون نظيف هيغنيني عن كل الحاجات دي والله، يعني نراعي ان احنا بنحط فلوسنا فين، ان الدنيا بقت صعبه جدا وكل حاجه بقت غاليه. معالق الخشب حلوه قوي و استخداماتها كتير قوي، بس اهم حاجه لما تجيبوها ما تجيبوهاش سميكه كده، تكون رفيعه وايدها تكون طويله، ونحاول كل فتره كده ان احنا ندهنها بزيت او حاجه عشان نحافظ عليها، شايفين ليها استخدام سنه عشان ما تتحرقش وعشان تفضل جديده زي ما هي، وراعي الحاجات دي ان هي طويله وتكون رفيعه. النشابه، انا جايبه النشابه الستانلس دي، ظنا مني ان هي هتبقى عمليه ومش هتاخد مكان في المطبخ، انا بحب الحاجات اللي هي ما تاخدش مكان وما تبقى تمشي عندي زحمه، بس هي بصراحه يا جماعه هي صغيره، يعني انا لو همسك الفطيره او البيتزا مثلا حته حته ماشي مفيش مشاكل، بس انا شايفه ان الكبيره اللي هي الكبيره دي افضل بكتير. عندي بعد كده هرست التوم، هي حلوه برضو، بس مش عارفة انا ما استفدتش منها، يعني هي بتهرس التوم يعني حلوة قوي، بس محتاجة بقى قوة عضلية قوي، ان انا محتاجة اضغط، وكمان حاساها مش عملية برضو، ان هي اجي بعد كده التوم بيبقى لازق فيها واللي نزل اقل من اللي انا حطاه، فحتى في النظافة بتاعتها برضو متعبة شوية. استخدمتهاش غير مرة واحدة تقريبا وركنتها بعد كده، انا شايفة ان هي ملهاش لازمة. يعني مقصات، انا جايبه كذا واحد علشان مثلا واحد للسمك واللحوم وكده، وواحد تاني يخليه الورقيات للكاس البلاستيك، الحاجات اللي هي مثلا هستخدمها بره المطبخ، فانا شايفه ان كل مقص يبقى له حاجه لوحده كده افضل يعني. وكمان كان معايا عندي واحد تالت بيجي مع طقم السكاكين، فحلوين. سكندر المخبوزات، ودي بنستخدمها بقى لو انا عندي تورتة عايزة احشيها، لو عندي مخبوزات طبعا يعني لذيذة قوي، عملية برضو، ولو انت محترفة بقى ممكن تستخدمي السكينة العادية عادي جدا، ممكن تستغني عنها. انا جايباها طويلة برضو كده، قلت علشان خاطر تنجز معايا، خصوصا ان انا لسه يعني بتعلم وكده. عندي بعد كده اللي هو الشفشة، هو حلو صغير بقى كده، وخصوصا في بداية الجواز وكده بتبقى حاجة صغيرة، في شفشة بتبقى أكبر من كده. الميزة الحلوة بتاعته ان هو بيدخل في التلاجة، وانا شايفة ان احنا نجيب شفشة يكون عميق ويدخل في التلاجة كده احسن من ان انا اجيب شفشة كبير، حتى ما مش بعرف احط العصير في التلاجة يعني خليه يسقع وكده. الشفشة ده انا جايباه للسفرة، حاجة تبقى شيك كده وبسيطة، تحط فيها المية للعزومات، مش بحب الحاجات اللي بيبقى فيها الوان كتير واشكال كتير، فكان بالنسبة لي حاجة شيك وبسيط. عندي بعد كده اللي هو قمع الحلويات، وده للتزيين،
وده للناس المهتمة بالحلويات والحاجات دي مفيد، الناس اللي مش مهتمة بالموضوع ده فهو ملوش اي لازمة. برضو مفرش ده اللي هو السيليكون اللي هو بتاع المخبوزات حلو قوي برضو، ان انا بدل ما افرش بدل ما افرد الفطيرة او مثلا عامة العجينة على الرخامة، ما انا بفردها على المفرش ده فهو حلو قوي. عندي بعد كده السبت ده جميل برضو يا جماعة، كتروا منه. بنحط فيه بقى اللي هي الرفايع الصغيرة قوي اللي هي مثلا مالية المطبخ عندي، من المنظمات اللي هي بتتحط في المطبخ. انا شايفة ان هو نكتر منه ونجيب منه احجام مختلفة للمشابك، اي حاجة يعني، حتى في التسريحة مثلا ممكن تحطيه تلمي فيه الحاجات بتاعتك، فهو جميل جدا. عندي القمع ده انا كنت جايباه على اساس ان انا مثلا لو عايزه انقل حاجه من مكان لمكان او زيت او الحاجات دي، بس انا بصراحه مستخدمتوش لحد دلوقتي وشايفه ان هو ملوش لازمه يعني، يعني انا لحد دلوقتي مستخدمتوش. عندي بعد كده اللي هي العلبه دي اللي هي من السلس، جميله جدا. انا بحط فيها مثلا طقم السيليكون، بحط فيها المعالق اللي هتبقى جنبي علبه جاهز، الحاجات اللي انا بحتاج ان انا مش هروح افتح الدرج بقى واطلع، لا بتبقى جنبي كده واسحب منها على طول. حلوه قوي، ممكن نجيب منها اتنين، وممكن برضو لو انا عندي عزومه احط فيها المعالق. انا شفت حد قبل كده عامل الفكره دي، حلوه قوي هدوها. عندي هنا قطعت البيتزا، جميله جدا برضو بالنسبه لي، كانت حلوه كده وسلسه في الاستخدام، اللي هي العجله دي بتلف كده وبتقطع البيتزا حلو. برضو في منها اشكال كتير، انا شايفه ان الشكل ده كان حلو بالنسبه لي رغم ان هي صغيره بس كانت لذيذه يعني، بتقطع حلو. عندي حامل المناديل، انا جايباه من الخشب، في طبعا اللي هو البلاستيك، انا كنت شايفه ان الخشب عملي اكتر، وده علشان مناديل المطبخ. طبعا مناديل المطبخ لا غنى عنها، احنا بنستخدمها كتير، فهي هو لذيذ يعني، اشتروه برضو يا جماعه حلو. عندي بعد كده الشاكوش ده، ده طبعا للاكلات زي الكوردن بلو او البوفتيك، الحاجات اللي هي محتاجه دق دي. ساعات بصراحه لما بتزنق قوي ان انا ما بستخدمش هرس التوم، فساعات كنت بستخدمه برضو بدق بيه التوم يعني، هو حلو يعني، مش يعني شايف انه من الحاجات المهمة بالنسبة لي. عندي بعد كده اللي هي القطاعة دي، انا كنت جايباها بقى ان هي تعمل شكل حلو بقى للخضار، السلطة، الفاكهة، بطاطس، يعني التغيير وكده. لو انا عندي مثلا اطفال عندهم مشكلة مثلا مع خضار او فاكهة بقطعها بشكل حلو ممكن ياكلوها يعني، بس هي من الحاجات اللي هي مش مهمة بصراحة يعني، ممكن نستغنى عنها، بس هي فادتني يعني. عندي معلقة العسل، شكلها كيوت قوي، شكلها حلو قوي، بس انا شايفة ان هي مش عملية يعني، ممكن نستغنى عنها جدا يعني. انا هطلع العسل من مثلا العلبة بتاعته، طيب طلعته بالمعلقة، طب وبعدين استفدت انا ايه بقى كده من الموضوع ده غير ان هي شكلها حلو وديت شكل حلو للعسل وللطبق، بس ممكن نستغنى عنها. عندي اطباق التسالي، عامة اي حاجة للتسالي، انا شايف ان احنا منكترش يا جماعة من الحاجات دي، لان اصلا بتبقى بقى بتعمل زحمة كتير في المطبخ، بس هي حلوة مثلا للتسالي، المكسرات والحاجات دي، شكلها حلو. بعد كده بنديها للعيال الصغيرة يلعبوا بيها والله الحاجات دي يعني، ف حلوة برضو. عندي بعد كده الفرش دي، هيبقى بينها اشكال كتير وانواع كتير، بس حاولوا تجيبوا الفرشة بتاعتها تكون خشنة علشان بننضف بيها الاماكن اللي هي صعب ان احنا ايدينا توصل لها. انا بستخدمها برضو على الاحواض، عندي كل حوض تقريبا حط عليه فرشة، هي جميلة وقوية كده برضو في تنظيف البوتاجاز، فحلوين هاتوها. عندي بعد كده سياخ اللي هي الشيش طاووق او
الكفتة. انا بستخدم مثلا كذا واحد، عشان مثلا صب عليه الكفتة، في منه بيبقى العريض بيبقى افضل من ده طبعا. بنبلها مية ونحط مثلا الكفتة او نحط الشيش طاووق علشان خاطر ما يتحرقش مثلا في الفرن. حلوة برضو للأكلات دي. عندي بعد كده الشاليمو، برضو من الحاجات اللي احنا ممكن نستغنى عنها جدا يعني. بس انا كنت جايبها بقى لو في حفلة عيد ميلاد، في مناسبة كده مثلا، طالبة روقان مثلا قدام تلفزيون بقى وشرموه عصير وحاجات زي كده. من الحاجات اللي هو ممكن نستغنى عنها، و هي حاجات للدلع عامة يعني. جبت بقى المفارش دي. بالنسبة للمفارش دي مهمة جدا. انا شايفة ان هي شكلها حلو لو للعزومات، شكلها حلو على السفرة. طبعا انا جايبة الوان تمشي مع الوان الكراسي بتاعت السفرة، يعني ملكوش دعوة بالحاجات دي يعني طبعا. المهم، انا جايبة كذا لون في بعض برضو علشان خاطر لو حطيت طبق برضو كده، طبق عندي سادة فهيبقى شكلها حلو. هي جميلة بقى نحط عليها، احط عليها الطبق واحط مثلا السكينة، الشوكة، المعلقة، حاجات حلوة كده للعزومات. وكمان سهلة التنظيف جدا، الخامة بتاعتها بتتغسل بسهولة قوي. دي من الحاجات المهمة كان بالنسبة لي، وممكن نستغنى عنها لو احنا مش محتاجينها برضو. بعد كده المقاور دي، في كذا نوع من المقاور، في اللي هو الخشب ده، وفي اللي هو المعدن ده، وفي اللي هو الانفينيتي. بس بالنسبة لي كان الخشب ده اللي هو افضل حاجة، اولا ثابت ومش بيتحرك كتير، وكمان كان بالنسبة لي عملي قوي اكتر من المعدن. بصراحة لا، هو افضل حاجة اللي هو الايدو خشب ده. عندي بعد كده المعلقة دي. انا كنت جايباها على اساس ان هي بقى فيها مصفى وهتصفي الزيت وهضغط واجيب بقى، والله واخده مكان في المطبخ كبير قوي، ما فيش تحكم فيها، وانا حاسه ان هي ملهاش لازمه يعني، ما بتصفيش الزيت للدرجه دي يعني. بس كده، هي دي كل الرفايع. ويا ريت يا جماعه، يا ريت لو عرفت افيدكم بجد، اهم حاجه ان انا اكون فدتكم فعلا، تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.